السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناه ساره فاميلي. اليوم جيت لكم فيديو جديد. كيف كتشوفوا وصفه جديده. وصفتنا اليوم طبق ديال السومون اللي كيجي لذيذ بزاف بلاصوص ديال الكريمه مع الحامض، ورافقته كيف كتشوفوا بخضر سوطي على هذا الشكل. كيجي من ألد ما يكون. ندوز معكم المقادير وطريقه ديال التحضير. اول حاجه كنديروها البنات هي الخضره، كنردوها تسلق مع شويه ديال الملحه. كيف كتشوفوا معايا انا هنا استعملت الجزر مع البطاطا واللوبيا، غادي نسلقهم مع شويه ديال الملحه كيف قلت لكم، ومن بعد ما يطيبوا لينا غادي نخليهم يتسقطروا على جنب. هنا البنات المكونات او المقادير ديال هذا الطبق هما هادو اللي كتشوفوا معايا هنايا. غادي نحتاج الشرائح ديال السلمون او السومو، الكميه اللي بغيتوا على حسب عدد الافراد. وهنايا اعشاب منسمه، عندي زعتر وورق الرمد مع اليازير، وغادي نحتاج الضامه ديال الثوم، وعندي ملح وابزار وقشده ديال الطبخ او كريمه ديال الطبخ عفوا. وهنايا زيت الزيتون، واحد ثلاثه المعالق ديال عصير الحامض، ومعلقه ديال الزبده، قزبر ومعدنوس. هادو هما المكونات. وهنايا غادي نسيت ما قلت لكم باللي الثوم حتى هي غادي نحتاج ليها. هنايا خديت واحد اللاطا، وهنا البنات كيف قلت لكم خديت واحد اللاطا وضعت فيها الحوت اللي عندنا. من بعد ما حكيت عليه الثومه غادي نضيف الملح والابزار كذلك، غادي نضيف الاعشاب المنسمه. وهنا البنات زيت الزيتون اختياري، اللي بغى يديرها يديرها، اللي ما بغاش ما يديرهاش، حيت اصلا الحوت راه هذا النوع ديال الحوت السلمون كيكون ميدم بزاف. ما نحتاجوش لزيت الزيتون، اللي كيف قلت لكم على حسب الرغبه. انا هنا غادي نضيف زيت الزيتون. في حاله ما بغيتوش تضيفوا زيت الزيتون يمكن لكم تدهنوا ورق الزبده بزيت الزيتون باش هكا نتاكدوا باللي ما يلصقش عندنا الحوت في الورق باش يزول لينا بسهوله اللي نبغيو نقدموه. صافي هنا البنات غادي نضيف الاعشاب المنسمه، وغادي نزيد نضيف زيت الزيتون وندخلوا الفرن على درجه الحراره 200. يا ريت يطيب لينا يشد فراسو. صافي كنحمروه شويه من الفوق ونخرجوه، راه كيوجد فيه ساع. وهنا البنات نسيت ما قلت لكم باللي ديك الجلده ديال الحوت يمكن لكم تزولوها الا ما كنتوش كتحبوا ليدان بزاف ديال الحوت. صراحه هذا السلمون كيف قلت لكم راه ميدم بزاف، كيكون عندنا نسبه ديال الدهون فيه مرتفعه، يمكن لكم تزولوا هذيك الجلده ديالو. وهنا البنات على ما يوجد لينا الحوت غادي ناخذ واحد المقيله، غادي نضيفوا لها واحد جوج معالق كبار ديال زيت الزيتون، وواحد جوج ريوس ديال الثومه محكوكه. هنا البنات غادي نسوطيو ديك الخضره اللي سبق لينا وسلقنا. كيف كتشوفوا معايا غادي نضيف اللوبيا اللي تسلقات عندي وخزو في الاول. صراحة كتجي لذيذة هاد الخضرة هاكا مصوطية، كتجي من السما بالثومة. ما تكتروش البنات الثومة بزاف باش ما تجيكمش مجهدة. هنا غادي نضيف شوية الملح والإبزار، وغادي نزيد نضيف اللوبيا اللي حتى هي سلقت. البطاطا البنات غادي نخليها حتى الأخير، كيف كتعرفوا البطاطا كتكون طرية دغيا كتسوط عندنا، مكتاخدش الوقت بزاف باش هاكا ما تعجنش لينا. ونضيفو كذلك القزبر والمعدنوس، واحد ورق الرمط، ولا خصنا زيت الزيتون
اكيد غادي نضيفوها وندوقوا واش خصتنا الملحه حتى هي، ونرجع معكم من بعد ما يتسطر لينا هاد الخضار. هنا البنات خديت واحد المقيله، في نفس المقله نيت فاش صوتيت الخضار ضفت ليها معلقه ديال الزبده، وغادي نضيف كذلك واحد جوج معالق كبار ديال العصير الحامض او ثلاثه. هنايا العصير ديال الحامض على حسب الرغبه، يمكن لكم تضيفوا جوج، ولا بغيتوا الحموضه بزاف تزيدوا تضيفوا ثلاثه كيف كتشوفوا معايا. وغادي نضيف الكريمه ديال الطبخ ديالي، من بعد غادي نضيف شويه الملح والابزار والقزبر والمعدنوس، ونخليو الكريمه حتى تعقد عندنا شويه ونطفيو عليها البوطه كيف غادي تشوفوا معايا.
وهنا البنات كيف كتشوفوا لاصوص ديالنا عقدت شويه، يمكن لكم تكتفيوا بهذا القوام هذا. المهم القوام ديالها على حسب الرغبه، بغيتوا تزيدوا تختروها كتخليوها فوق البوطه حتى كتختار لكم. انا صراحه كتعجبني هكا، ولكن زدت اخترت عندي بهذا الشكل، ماشي مشكل، كتجي لذيذه بزاف بداك الحامض اللي ضفنا ليها، كتعطيها واحد النسمه غزاله كتواتى مع الحوت. وهنا نكون وصلت معكم نهايه ديال لا فيديو. الطبق ديالنا كيجي على هذا الشكل، صراحه كيجي لذيذ بزاف. التقديمه البنات على حسب الرغبه. نتمنى تعجبكم الوصفه ديال اليوم وتجربوها اكيد. تلقاو فيديو جديد ان شاء الله. خليتكم في امان الله، الى اللقاء.